بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم جينا هنا باش نكونوا سند الأولاد لأولادنا باش يفوتوا البيام إن شاء الله في أحسن الظروف. وراني نشوف المتوسط المضاوي كاين هنا استقبال مليح من طرف المؤطرين هنايا، وراه كاين الأمن والحمد لله. ونتمنوا لكل الشعب الجزائري اللي عنده بنته ولا ولده يفوت البيام نطلبوا له النجاح ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هذا يوم مشهود في تاريخ ابنائنا وبناتنا، فاللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم يا ربي سخر لهم ان شاء الله. يا صلاة رسول الله على رسول الله وله. بمناسبة الامتحان، طلبتنا في امتحان المتوسط، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والنجاح والسداد وأن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. ورحمة الله وبركاته. اليوم فوتنا امتحان شهادة تعليم المتوسط اليوم الثاني، الحمد لله كان السيجي تاع الماس كان في متناول الجميع، وإن شاء الله ندو نتائج جيدة ونفرحوا كاع الوالدين والجميع. واللي كان فاهم جاوب وكان ثاني حافظ جاوب. امتحان شهادة تعليم متوسط دورة 2022 في ظروف جد عادية عبر 29 مركز الموزعة في الولاية. كان عدد مترشحين المجموع الكلي لهم 4945 مترشح، من بينهم 215 مترشح حر، ومن بينهم 5 ذوي إعاقة حركية. إذا كما راكم لاحظتوا من خلال الأجواء العامة شاهدنا يعني أن الظروف كلها كانت مهيئة لاحتضان هذا الموعد الهام اللي هو عرس بالنسبة لأبنائنا التلاميذ. ونتمنى إن شاء الله يعني يكونوا موفقين وتكون نتائج المدرسية خاصة في الامتحان هذا اللي هو امتحان شهادة التعليم المتوسط يعكس جهود المؤطرين ويعكس جهود كل القائمين على العملية التربوية خلال هذه السنة الدراسية.